نماذج الحوار اللي شفناها لغايه دلوقتي في المفاوضات مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت نماذج فرديه وما حققتش الهدف المرجو منها. فتطور الوضع وبدات قيادات مكه تتحرك بشكل جماعي، وبدات مرحله جديده محفوفه بالمخاطر مليئه بالمحن. اجتمعت قيادات مكه في يوم عند الكعبه وقالوا ابعثوا الى محمد فكلموه وناقشوه حتى تعذروا فيه. فبعثوا اليه فقالوا ان اشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك فاتهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم سريعا وهو يظن انهم غيروا موقفهم من الدعوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا عليهم يرجو لهم الهدايه والرشد. ولكن يجد النبي صلى الله عليه وسلم منهم نفس العنت، يتقال نفس الكلام اللي اتقال له قبل كده: سمعتنا بين العرب والسياحه والوحده الوطنيه وناقه الانتاج، طب لو عاوز فلوس، طب لو بتستغل الدين عشان توصل للسلطة، طب لو عينا عالجك إلخ. سبحان الله، يعني أشد ما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته ما كانش العذاب البدني، لكن هذا الإعراض وهذا التسفيه وهذه الإهانات. يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم ازاي وهو بيتقال له كده على الملأ قدام الكعبة وهو من هو في مكة؟ ما زال النبي صلى الله عليه وسلم ثابت على المبدأ بيان الحق والثبات على الحق وحسن الخلق. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بي ما تقولون، ما جئتكم بما جئت به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. فينتقلوا لمرحلة ثانية، مرحلة التعجيز، وهو شكل من أشكال السخرية، وكده انتهت مرحلة التفاهم. هم عاوزين يتسلوا بقى، قالوا: يا محمد، فإن كنت غير قابل منا شيئا مما عرضناه عليك فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلدا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا منا، لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا، وليبسط لنا فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضى من آبائنا، وليكن في من يبعث لنا منه قصي بن كلاب، فإنه كان شيخ صدق، فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل، فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك وعرفنا به منزلتك عند الله وأنه بعثك رسولا كما تقول. طب دمت راجل واصل كده وفي بينك وبين ربنا عشان كلمهن، انت شايف البلد حالها عامل ازاي؟ عاوزين يخلينا مكة زي بيروت كده ويرجع لنا اجدادنا اللي ماتوا اللي بنثق فيهم عشان نستشيرهم وناخد رأيهم، ونوعدك لو قالونا ان كلامك صحيح هنصدقك ونؤمن بك. فيتجاهل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السفه ويرد عليهم نفس الرد: ما بهذا بعثت اليكم، انما جئتكم من الله بما بعثني به، وقد بلغتكم ما ارسلت به، فان تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله تعالى بيني وبينكم. قالوا: فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك، سل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك، وسله فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغي، فإنك تقوم بالأسواق كما نقوم وتلتمس المعاش كما نلتمسه حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم. طب بلاش إحنا محمد، وصل روحك، بتشتغل زينا وبتجري ورا لقمة العيش، ما تخلي ربك يغنيك ويعيشك في قصور وجناين وملاعب جولف ويبعت معاك بودي جاردات ملايكة عشان تثبت لنا انك راجل واصل وتعرف ربنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما انا بفاعل، وما انا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت اليكم بهذا، ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم بيني وبينكم. قالوا: فأسقط السماء علينا كسفا كما زعمت، إن ربك لو شاء فعل، فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل. مش ربك ده قادر على كل حاجة؟ طب إحنا مش هنؤمن يا محمد، خليه يعذبنا بقى، ورينا، خليه يطبق السماء على الأرض. هنا بقى رد النبي صلى الله عليه وسلم اختلف، لكنه ما زال على موقفه من الخلق العالي. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك إلى الله، إن يفعله بكم فعل. قالوا: يا محمد، أفما علم ربك أن سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب، فيتقدم إليك فيعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إن لم نقبل منك ما جئتنا به؟ إنه قد بلغنا أنك إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن، وإن والله لا نتركك وما بلغت منه حتى نهلك أو تهلكنا. هو ربك ما كانش عارف إن إحنا هنكلمك ونقول لك الكلام ده؟ ما كانش يقدر يعرفك ترد علينا وتقول إيه؟ سيبك من الكلام ده كله، إحنا فاهمينك كويس. اللي معلمك الكلام ده اللي أنت بتقوله دي عناصر خارجية، الرجل اللي في اليمامة ده اللي اسمه الرحمن، ولا يمكن هنسيبك أبدا تنشر الكلام ده بين الناس، يا حروب الجيل الرابع يا احنا يا انت. وقال له أحدهم: يا محمد، الناس عرضوا عليك المال والملك رفضت، طلبوا منك
تخلي ربك يظبط لهم البلد انهار وخضره وجو، ما قدرتش. طلبوا منك تخلي ربك ده يغنيك وتبقى اغنى واحد فيهم، ما قدرتش. طلبوا منك تخلي ربك يعذبهم عشان ما امنوش بيك زي ما انت عمال تقول في القران بتاعك ده، ما قدرتش. طب بص بقى، من الاخر مش هنؤمن لك غير لما تجيب سلم وتطلع عليه كده للسماء قدامنا واحنا شايفينك، وتجيب 4 ملائكه من السماء وتنزل عشان يشهدوا لك ان انت رسول من عند الله. وحتى لو عملت كده انا عن نفسي برضه مش هصدق. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف حزينا، كان يطمع في ان يهديهم الله، لكنه يعني لم يجد منهم الا التسفيه والعنت والسخريه. هل انتهى الامر عند هذا الحد؟ ابدا. يقوم ابو جهل بعد انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للقوم: اعاهد الله لاجلسن له غدا باثقل حجر اجده، فاذا سجد في صلاته عند الكعبه القيته على راسه فقتلته، فاسلموني عند ذلك او امنعوني، وليفعل بنو عبد مناف ما بدا لهم، هقتله ولا يهمني، ونخلص من المشكله دي كلها، تحموني بقى بعدها من اهله ولا تسيبوني ولا يهمني. ابو جهل اجبن خلق الله، لكن الكلام ببلاش. فقالوا له: والله لا نسلمك لشيء ابدا، فامضي لما تريد. ما صدقوا، احنا نسيبك ابو جهل ابدا، اقتله انت بس ومالكش دعوه، احنا وراك. فقام لهم النضر بن الحارث قائلا: يا معشر قريش، انه والله نزل بكم امر ما اتيتم له بحيله بعد، فقد كان محمد فيكم غلاما حدثا، ارضاكم فيكم واصدقكم حديثا واعظمكم امانه، حتى رايتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به، قلتم ساحر؟ لا والله ما هو بساحر. وقلتم كاهن؟ لا والله ما هو بكاهن. وقلتم شاعر؟ لا والله ما هو بشاعر. وقلتم مجنون؟ لا والله ما هو بمجنون. يا معشر قريش، فانظروا في شأنكم، فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم. صوت العقل بيتكلم أخيرا. فلما قال لهم كده فكروا شوية وقالوا: طب نشاهد علينا حد تاني من الناس اللي بيقولوا إن عندهم كتب سماوية وإن جالهم أنبياء من قبل. فبعتوا ناس لأحبار اليهود في المدينة وحكوا لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم الأحبار: اسألوه عن 3 حاجات، لو جاوبكم يبقى فعلا النبي مرسل، ولو معرفش يبقى كذاب ومدعي. سألوه عن فتية ذهبوا أول الدهر الأول، فما كان أمرهم؟ فإنه كان لهم حديث عجب. وسألوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ما كان نبأه؟ وسألوه عن الروح، ما هي؟ فإن أخبركم بذلك فاتبعوه، فإنه نبي. فذهبوا بهذه الأسئلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: أخبركم عما سألتم عنه غدا. فانصرفوا عنه، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يأتيه الوحي ولا يأتيه جبريل، وكثر الحديث في مكة. وعدنا محمد غدا، واليوم 15 ليلة قد أصبحنا منها لا يخبرنا بشيء مما سألنا، حتى أحزن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق عليه كلام أهل مكة. ثم أتى جبريل من الله عز وجل بسورة الكهف، فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم على حزنه عليهم وجواب أسئلته. دي كانت قصص المفاوضات والحوار الفكري بين قريش والنبي صلى الله عليه وسلم. بدأت المفاوضات بشكل فردي، عروض الملك والمال وغيره كانت بتقدم بشكل فردي وشخصي، يعني يمكن هم شخصيا ما يقدروش ينفذوا العروض دي، لكن الوضع اتطور وبقت العروض دي بتقدم بشكل جماعي من كل أصحاب الكلمة والسلطة في مكة، بيعرضوا عليه الملك وهم اللي عمرهم ما دانوا لملك قبل كده يعني، ووقفوا قدام قيصر لما حاول يملك حد عليهم ورفضوا ان هم ينصاعوا ليه، لكنهم النهارده جايين بمحض إرادتهم بيعرضوا الملك على محمد صلى الله عليه وسلم. ده يبين لنا قد إيه كانوا حاسين بخطورة الوضع ده من ناحية، ومن ناحية تانية عشان تستشعر الخبث والدناءة السياسية اللي في العرض ده، ان محمد لو وافق بقى مجرد ملك عليهم مش نبي، بشر زيهم وزي ما عينوه ملك يقدروا يخلعوه خلاص يتساوى معاهم، انما طول ما هو بيتكلم في نبوة ورسالة ما يقدروش ينافسوه ولا يغلبوه باي شكل. ده غير باقي العروض السخيفة، باقي عروض النساء وهم عارفين ان محمد صلى الله عليه وسلم اطهر راجل فيهم، وشايفينه متجوز خديجة اللي اكبر منه في السن وعايش معاها ولا فكر يتجوز عليها حد ولا كان له اي مغامرات نسائية قبل الجواز. وياتي الجواب النبوي حازما واضحا يشرح لهم الصورة الحقيقية وجوانب العقيدة طبيعة النبوة أمام الملأ اللي دعوه عشان يسمعوا كلامه، بعد ما كان هو اللي بيدعوهم عشان يسمعوه. ما بي ما تقولون، ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر حتى يحكم الله بيني وبينكم. كلام في منتهى الوضوح لدرجة لا تحتمل أن يكون في كلام بعده، رسالة ونبوة مش ملك وسلطان ولا شيء من حطام الدنيا، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا، ولو رفضوه فلا تهديد ولا وعيد، إنما الصبر حتى يحكم الله بين الفريقين. لقوا الإغراء مش نافع، بدأوا في التعجيز وطلب المعجزات العبثية، واللي بيقولوا له حتى لو عملت المعجزات دي برضه مش مصدقين. وأمام هذا العبث ورغم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايتهم وتفانيه في ده، فلم يطلب من الله أن يجري هذه المعجزات على يديه. الأدب النبوي والعبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى يمنعوه من ده، بالرغم من إن معجزة واحدة من دول لو اتحققت فنتيجتها حاجة من اتنين، يا إما الناس دول يؤمنوا يا إما هيفحموا ويسكتوا خالص، لكن مش دي الطريقة اللي المطلوب إن الناس يؤمنوا بالله بيها.
تتنزل الآيات تصفع الملأ من قريش على هذه المطالب، وينتصر الله لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. ينتصر القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم ويخوض المعركة بجواره أمام صلف وعن جهيد الكفر، تقول لهم الآيات إن القرآن ده مش نازل عشان اللي انتوا بتطلبوه ده، بل لله الأمر جميعا. القرآن ده نازل منهج يتبع ودستور ينفذ وتعاليم تطبق، مش عشان يرضي أهواءكم. والصف المؤمن بيستمع لهذه الآيات اللي بتجاوب على أي تساؤلات أو تردد جه في باله. جايز تسألوا: طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما يطلبش من ربنا معجزة فالناس يؤمنوا ونخلص؟ يأتي النبي يربي هذه القلوب ويربي الفطرة، فيقول لهم بهذا الوضوح وبهذه الشدة وبهذا العنف: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. يا مسلمين، سنة الله في الكون مش إن الناس يسلموا بالمعجزات، لا، بل سنة الله في الكون إن تحصل المواجهة والتدافع بين الفريقين، فريق الإيمان وفريق الكفر، وإن اللي يؤمن يؤمن عن قناعة تامة واختيار حر في التسليم لله سبحانه وتعالى. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. اصبروا حتى يحكم الله بينكم وبينهم كما صبر نبيكم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. طب امتى، متى يأتي وعد الله؟ ربنا هيفضل سايبهم كده لحد امتى؟ هذا غيب لا يعلمه إلا الله ولا يعنيكم. إيمانكم يقتضي العمل مش انتظار النتائج. انت عليك تعمل لله بإخلاص وبس، النتائج يأتي بها الله سبحانه وتعالى وقت ما يشاء. انت عبد لله لا للنتائج. طب إغراء مش نافع، تعجيز مش نافع، تبدأ السخرية باسم المنطق. طب يا محمد اطلب من ربنا حاجة لنفسك يخليك أغنى واحد فينا مثلا. أقولهم مش مستوعبة إن ربنا اختاره دونا عنهم للرسالة، وهو لا مال ولا سلطان ولا حتى أولاد وعزوة. مش قادرين يفهموا إن ميزان السماء مختلف عن الميزان اللي هم اختاروه على الأرض، إن الميزان الحقيقي هو التقوى، ويكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بفاعل، وما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم بهذا. وينزل جبريل بالقرآن مطابق لموقف النبي صلى الله عليه وسلم ومربي للمؤمنين اللي برضو قد يتبادر لذهنهم هذا السؤال: ليه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ما يطلبش من ربنا الحاجات دي؟ طب ما هو سيدنا سليمان كان غني. فتيجي الآيات تحط الأمور في نصابها الصحيح، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. تبارك الذي إن شاء جعل لك ذلك يا محمد، لكن لا عشان كده أرسلت ولا عشان كده الدنيا اتخلقت. وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الحياة كلها ما هي إلا امتحان، ولو شاء الله سبحانه وتعالى إنه يجعل أموال الدنيا كلها في يد الأنبياء والرسل لا فعل، لكن مش ده الطريق اللي اختاره ربنا. ربنا ما بيشتريش أصوات الناس زي ما الناس بتعمل في الدنيا، هو غني عنهم، هم الفقراء إليه. دي تربية الله للصف المؤمن، وده المطلوب منهم، إن هم يوطنوا نفسهم على مشاق الطريق خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مراد الله سبحانه وتعالى في تكوين قاعدة صلبة لهذه الأمة يقتضي منهم الثبات على الطريق الطويل اللي ينتهي بنصر الله وتمكين الله. لكن طريق الفتن والمحن لسه طويل طويل. نشوفكم على خير بكرة إن شاء الله.